جيم احمد والحاج صبحيه مع عبد الله. الف سلامه. يا رب بجاه نبيك ايام الضيق على الكون عديها. يا رب بيد الوتر تضحك النايات، وافراحنا بديارنا نعليها، وتضحك البسمه في عيون الطفوله، ومدارسنا باسم الله نبديها، وتختفي من بلادنا السقم والعلات، وهزيج الفرح بديارنا نحييها. شيم الأولى فيهم أقول الشعر مفاخرا، فالأنساب بين الناس أفعال، مدت أياديهم إلى الخير راجية، لا مدحا ولا وصفا إنما هي الأعمال. قد بنوا للمسنين صرحا، فيا لروعة عطائهم، كانت بين الكرام أقدار. هذا الأبي يمنح من كلل الجسد عطائه، أبا محمد فيه الشعر أفاخر. فطوبى لأكف تبني صرح مخيم، على شأنه بين الناس أنظار. قم وألق السلام على اسم سن مهللا، قم وألق السلام على المسن مهللا، به أوصى النبي، وإلهنا أعلى قدره بين النجوم أقمار. مع رئيس جمعية المسنين الأستاذ موسى عنبر. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم جميعا بدون استثناء. يعني ساعات عطرة وأوقات جميلة نجتمع فيها، رغم ما حل بهذا الوطن من مصائب، إلا أننا سنجتمع ونلقي على أوجه آبائنا البسمة. كل التحية لكل من ساهم بهذا الصرح ليكون للمسنين في مخيمنا مكانا كبقية المؤسسات، حتى نستطيع أن نخدمهم بأفضل ما نملك، وحتى نتمكن من الوصول إلى كل واحد منهم في مخيمنا قدر استطاعتنا وحسب إمكانياتنا. نحن نفتخر بكافة جهود هذا المخيم المعطاء، سواء أفرادا أو جماعات أو مؤسسات، إضافة إلى الجهد المشكور خارج هذا المخيم، من خارج هذا المخيم ومن خارج فلسطين الحبيبة. نحن عملنا بجد كخلية نحل حتى نصبو إلى ما نتطلع إليه. هذا الصرح حينما أنشئ وقبل ذلك وضعنا 3 أهداف في كل اجتماع هيئة إدارية، كان يطرح إيجاد مكان للمسنين، إيجاد مكان للمسنين. نحن كما تفضل أخونا الأستاذ كنا في غرفة لا تتجاوز 20 متراً مربعا، ثم انتقلنا إلى مبنى آخر إضافة للمبنى الأول مساحته 32 متر مربع، واليوم نحن نجلس في مبنى مساحته الإجمالية تتعدى 450 متر مربع. هذا هو تخطيطنا من البداية. نعم هناك أعباء وهناك تكلفة، ونحن على قدر ذلك، ونحن علينا دين، نعم، ولكن بسمة وفرحة وسرور على شفاه أحد أبناء آبائنا وأمهاتنا تساوي الملايين. الاحترام. نحن صحيح تعبنا، ولكن تعبنا ها هو بين أيديكم، تعبنا ها هو بين أيديكم. نحن نتطلع في هذا الموقف إلى المشاركة الفعالة والأخوة مع كافة الأفراد والمؤسسات، ويدنا ممدودة من أجل مساعدة آبائنا وأبنائنا، وليس فقط المسنين،
نحن نمد أيدينا لمساعدة أي جهة تستطيع خدمة أبنائنا في هذا المخيم. على سبيل المثال إن كان هناك دروس عندهم نستطيع احتوائها في هذا المركز أهلا وسهلا، إن كان في هناك نشاطات نسائية أهلا وسهلا. نحن أيدينا وبين أيديكم ممدودة للعمل الجماهيري من أجل خدمة أبنائنا وأبائنا وليس المسنين. المسنون رقم واحد والآخرون في الدائرة الثانية. ما هو المطلوب الآن؟ نحن لدينا خطة عمل بأن نشغل هذا المركز بالشكل الأمثل. سيكون هناك برامج ثابتة أسبوعيا أو شهريا الدينية والثقافية والترفيهية إلى آخره، ومن أراد الانضمام في أي برنامج أهلا وسهلا، والانضمام لأكثر برنامج أهلا وسهلا. ولقد اشترينا بعض الأدوات الجذابة التي يحتاجها أباؤنا مثل طاولة الدرب، الشطرنج، ألعاب الذكاء وكل من شابه ذلك، ونحن على استعداد لتغيير ما هو أفضل بناء على رغباتكم واحتياجاتكم. المهم أن نقضي وقتا ممتعا في هذا المكان وندخل البهجة والسرور على أبواه آبائنا وأمهاتنا. ثانيا، هناك برنامج واسمه النادي النهاري. سيكون نادي نهاري في هذا المركز للجنسين، ونحن عندنا مساحة تستوعب الاثنين. هذا النادي النهاري فكرته بسيطة جدا. إن كان لديك أحد الآباء أو قريب لك وأنت مشغول، اذهب لعملك. نحن سنحضر كبير السن إلى هذا المكان حتى ندخل البهجة والسرور. أنا ابن مخيم الجرزون أتألم وأتألم وأتألم عندما أسمع أحد آبائنا أو أمهاتنا يقول: يا ابني صار لي 4 سنين ما طلعتش في الغرفة. إيش بيخلي العقل ينجن، بيخلينا ندمع. يعني لو أنت إحنا بدنا نظل، إحنا أعمارنا بيد الله نعم، لكن هذا الواجب. هذول الأباء والأجداد هم اللي حملوا القضية، هم اللي وصلونا لما نحن فيه، هم اللي جابوا النتش في الشارع من الجبل، هم اللي خبزوا على الطابون، هم اللي أوقدوا النار على الجسم الله يعزكم وعلى الجلة. هذول هم أبائنا في الشرع الإسلامي. في الشرع الإسلامي الصحيح إذا كنت تشعر أن أباك بحاجة لأي مساعدة وتجاهلتها أنت في خطر، أنت في خطر. العلماء المسلمون يقولون: إذا جلست أمام أبيك أو أمك ورجلك على رجل شهادتك في المحكمة لن تقبل. هذا هو الدين الإسلامي. نحن نتمنى أن نتكاتف جميعا، نتكاتف جميعا من أجل الوصول إلى أهدافنا. نحن في مخيم الجرزون كجزء من وطننا الحبيب في هذا الوطن، نعم عندنا ضغوطات، نعم عندنا مشاكل، نعم عندنا كورونا، رغم ذلك بدنا نعمل قدر استطاعتنا على أن هذه الفئة إن تأخذ حقها، زي ما أنت بتقعد على القهوة، زي ما أنت بتطلع بتشم الهواء، زي ما أنت بتروح تقرأ كتاب، هذا من حقه عليك إنك ترد له جزء من الجميل، مش كل الجميل. لن نستطيع أن نرد كامل الجميل. نحن نتوقع ونحتذي أن نرد جزء بسيط من الجميل. كل أفعالنا لا تساوي طلقة أم في مخاضها حتى تغرق، لن تساوي ذلك. لكن المسألة قياسية والمسألة اجتهادية، ونحن نعمل قدر استطاعتنا وحسب إمكانياتنا. في الختام أود أن أشكر مرة ثانية كافة من عمل معنا ومن سيعمل معنا، وأشكر كافة الطواقم الطبية فردا فردا، شابا أم صبية، مكتب وكالة الغوث، عيادة الجرزون، الشباب التطوعي، شباب التجمع، كل المخيم كان يعمل في خلية نحل ضد الكورونا تحت نظرة اللجنة الشعبية وخلية الأزمة. هذا مفخر لنا. إحنا في مخيم الجرزون يعني عندنا أشياء تفتقدها كثير من القرى.
اذهب إلى أي قرى، إلى أي مخيم، لن تجد فيها مركز للمسنين، لن تجد فيها مركز للنساء. نحن نفتخر بكافة مؤسساتنا ولنتكاتف جميعا. وحياكم الله وأهلا وسهلا. شكرا للأستاذ موسى. من زقاق هذا المخيم، من عبق رائحة الزيتون والطيون، امتد شبابنا حافلا بعطائه، من مقاعد الدراسة إلى المعتقلات إلى البناء، ارتقوا متواضعين. لقد منحتهم قبل المناصب أيقونة الوطن أو سمة العطاء. من للشتات وأهله؟ من لضيق القوم؟ من يمسح الدمع المكلل في العيون؟ أتراها لغير العطاء تسقو العيون؟ إن أحلام الكهولة تبني خيام اللجوء تحت الجفون. هذا مخيمنا ينشدكم رجاء بعد الله، هذا المسن يناديكم، وأنا أدرك أن الوتر لا يزعج السمع ولا يهون. هذا الصرح لبن في قصائد الشعراء، يكون حيث تكون، يوما سيسجل التاريخ ويكتب بعد العام قرون. أنك يا ناصر، أنك يا ناصر مددت يد العون للأهل، وكنت كما القلب الرؤوم. نحن لسنا منصفين عن الغير، آلام الخيام كستها ثياب القرى والمدائن والزهر والحنون. كلنا أوطار تعزف اللحن المكسور. تآمر القوم، تآمر القوم، لم يدركوا أن جراحنا يداويها في زهرة المدائن حبوب الزيتون. مع كلمة معالي الوزير ناصر قطان. جزاكم كل الخير أخي موسى أعضاء الهيئة الإدارية، الحضور الكريم اللي أنا بعتز ويشرفني أن أنتمي لهذا المخيم. معظمكم إما يسبقني بالسن، إما أستاذ لي أو زميل. الله يمسيك بالخير يا أستاذ. ففعلا يعني كل الكلمات تفقد معناها في ظل أن الواحد يكون موجود في مخيم وبين أبناء مخيم اللي بتجمعوا فيه. الكثير من ذكريات، معانيات طويلة خضناها معا، فقر، مدقع، قمع الاحتلال، ولا زلنا بحمد الله موجودين وصامدين. واعتقد ان وجود صرح من هالنوع يدلل على تميز مخيم الجلزون وابنائه، لانه فعليا حتى في الدول المتطوره انا بحكم الزيارات اللي بكون فيها لم تجد مركز بهذا الجمده وبهاي الامكانيات المتوفره، مش بس في الوطن. فأنا فعلا من هون يعني أحيي وطوبى لكل الأخوة العاملين على أنه أصبح هذا المركز هو حقيقة، ويقدم خدمات متنوعة ومتطورة لأهلنا، أنه فعلا بأمس الحاجة لهذه الخدمات. طبعا ما كان ممكن أنه هذا المركز يكون حيز الوجود وغيره من المراكز المتميزة زي مركز المعاقين أو اللجنة الشعبية بدون بصمات أخونا أبو العبد، اللي هو فعلا مقاتل جيد وشرس دائما وأبدا، هو لا يخشى في الحق لو متلائم، ودائما خط الدفاع الأول عنكم، مع أنه أحيانا بتعرض لللوم من شدة أسلوبه، لأنه فعلا يعني كل هاي الإنجازات اللي بتتحقق هو له بصمة فيها. احنا اليوم طبعا بشرفني ان يكون اخي وزميلي وصديقي الاخ طارق النتشي وخط الدفاع الاول، مش بس عن اللاجئين، عن كل الناس اللي بيعيشوا حاله عوز. ويشهد الله انه احنا عمرنا ما تركنا بابكم، سواء في موضوع بيتعلق بالشهداء او الفقراء او المعوزين، الا دائما هو يعني سباق لعمل الخير. فاحنا فعلا في فلسطين احوج ما نكون لمثل هذا الرجال المعطائيين اللي لا يتوالوا لحظه واحده عن تقديم كل ما هو فيه خير لصالح
شعبنا ومجتمعنا. فأخي أبو أحمد أنت نموذج مشرف عن القطاع الخاص، وللعلم يعني أبو أحمد صنع حاله من تحت الصفر، هو قصة نجاح تدرس، والآن ما شاء الله هو بدير مجموعة الأولى على مستوى الوطن في القطاع اللي بعمل فيه. فأنا بوجه له كل التحية، وكمان مرة بحتاج إن إحنا نحييه على جهوده. طبعاً أنا يطيب لي كمان إنه أنقل تحيات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وأنا أخي موسى سواء فيما يتعلق بالمسلمين أو فيما يتعلق باللجنة الشعبية واحتياجات المخيم، نحن نعلم علم اليقين إنه مهما قدمنا لمخيم الصمود ومخيم الجلازون نحن نبقى مقصرين. فلذلك إحنا قلناها ونرجع بنأكد عليها، إنه أي احتياجات هي من شأنها أن تعزز قدرة شعبنا في الصمود والبقاء بغض النظر شو شكل هذا الاحتياج، نحن جاهزين. أنتم على سلم أولويات القيادة، والأولوية في الدعم للمخيمات، لأن المخيم تعاني ما تعاني، وهي لازالت رأس حربة في وجه كل الأطماع اللي بتحيط فينا سواء من القريب أو من البعيد. المخيم يجب أن يبقى حالة متطردة في وجه العدو حتى إن شاء الله نقرب من أمل العودة. فأنا بشكر لكم حسن الاستماع. هو ذيك الوقت لما يعني في القلب في سجون الواحد بحب يحكي للصبح، بس أنا مرتبط في موعد آخر مع رئيس الوزراء على 6:30 والله، بس أنا آثرت إلا آجي وأوفي بالتزامي. وأنا اكتشفت كمان اليوم إنه لدينا شاعر موهوب حقيقة، كان أخي محفوظ وهو زميل دراسة، فحياكم الله وشو بدكم إحنا حاضرين حبيبي. شكرا معالي الوزير. الاخ طارق احنا بنقول لك بنيت بهمتك بيت عالي، جعلت من المخيم صرح عالي، سألتك عالي علي مراتبك فوق السحاب. والله احنا بنحبه لابو العبد، ابو العبد قائدنا الميداني، ابو العبد قلبه الكبير على مخيمنا، قلبه على الصغير والكبير، ابو العبد تاريخ نضالي مشرق، والله إنه فخر لمخيم الجلزون. أنا ما ببالغ فكل كلمة حق، صوتك الحق، ونحن من مقامات القصائد كم كتبنا، كم غنت حناجر الطفل الصغير، كم مالت الأغصان على أيكها يجد ملقاه على نبع الغدير، لم تخفض الهامات هكذا علمنا أبو العبد الكبير. أتراه يوما بلبل الشوق يصدح مغردا مولاي القدير، إني أحبك كما أنت، إني أحبك كما أنت، نسرا شامخا يجافي الدخيل. مع كلمة اللجنة الشعبية وأخونا أبو العبد. الله يمسيكم بالخير يا أخواني. أولا نرحب أخونا أبو أحمد الرجل المميز الوطني الفرد خريب الأخبار دمير، كل احترام والتقدير لهذا الرجل الوطني. هذا الرجل كما ذكره أخي أبو آدم، يعني قد ما بتحكي في حقه ما بتحكي ما بتوفي حقه. كل احترام لهذه النوعية من رجال الأعمال اللي دائما نحن بنقصدهم بنلاقيهم قبلنا وهم بقدموا بدون نطلب منهم. شكرا جزيلا أخونا أبو أحمد، وأهلا وسهلا فيك في مخيمات مخيم الجلزون. وبنرحب في أخونا الكبير سيادة الوزير معالي الوزير أبو آدم. طبعا أخونا أبو آدم تاريخ حافل بالنضال، تاريخ حافل بالنشاط، تاريخ حافل بالدعم لكافة أبناء قطاع شعبنا المهمش، وأنا أشهد على ذلك. مش بس المخيمات، في كل أماكن فلسطين أبو آدم بيكون موجود، بالذات في المناطق المهمشة والمناطق القريبة المستوطنات. كل احترام لهذا الرجل الوطني، هذا الرجل رجل بكل معنى الكلمة، كل احترام. طبعاً يا إخوان أنا مش شايفة لكم بس، اشتكنا للكلابيز والدميات، البسوا انتوا الكتف تريه مش احنا. ابو محمد المفروض انت وعلى السكعة وينه؟ هذاك الاماني بلايم عليه اللباس العربي، انا بقول عنه من عرب شمر في العراق. احنا دورنا بعدكم، احنا خلاص على المحك كلنا. طبعا انا بدي احيي هذه المؤسسة
المؤسسات هي جزء أصيل من هذا المخيم. المؤسسات لها دور فاعل وكبير في هذا المخيم. كل مؤسسة لها دورها في هذا المخيم، تأخذ دورها وبتقوم بنشاطها الإيجابي داخل المخيم. طبعا هذه المؤسسة أسست منذ سنوات، كان قائم عليها شباب ما شاء الله عنهم، اجتهدوا أصابوا. الله يرحم أستاذنا الكبير أستاذ صلاح، طبعا كان هو أحد المؤسسين لهذه الجمعية وكان من الرجال الخيرين في هذا المخيم. طبعا أنا فيش أنسى أخوي موسى عنبر. موسى عنبر رجل شهم ورجل معطاء ورجل بده يعني بده يخدم كل معنى كريمي. الشهادة اللي أنا جربته في أكثر من موقع، الزلمة نشيط جدا وخدوم وإيده بيضاء، رجل بكل معنى الكلمة، رجل يجاهد من أجل أبناء مخيمه. هذا القطاع بحاجة ماسة إلى ناس مثل أخونا موسى ومثل أخوتنا المعافنة الإدارية. طبعا إحنا معهم بكل ما أتينا بالقوة وفي دعمهم، وراحين نظل متواصلين في دعمهم، وراحين إن شاء الله يكون في جلسة قريبة لكل المؤسسات في المخيم من أجل التعاون بين هذه المؤسسات وتكون الكل مكمل لبعضه في داخل المخيم. وشكرا جزيلا لكم. بدي أفيش أنسى أخونا عمر، انتخبوا اليوم في نقابة اللحامين، ألف ألف مبروك لأخونا أبو الليل، مزيدا من اللحوم لهذا الشعب المسكين. ياما الزرقاء فلسطين يا بلادي جفرة. طيب اخوانا، يعني بشرفنا استاذ طارق النجشي، يعني كلمة من وانا المزبوط، يعني يعني هي الفكرة طارق أسعد الله مساءكم. دعوني أبدأ حديثي بقول رسولنا الكريم: ليس منا من لم يحترم، من لم يرحم الصغير ويقدر الكبير. أخوتي أحبتي في هذا المخيم، أخي وصديقي معالي الوزير ناصر قطامي أبو آدم، وأخي وصديقي أبو العبد بريز، وأخي وصديقي أستاذنا الأستاذ موسى عنبر والأستاذ محمود، والوجوه الطيبة الذي تربطني بكم معرفة شخصية وتواصل مباشر على مدار الأيام والسنوات الماضية. بالنسبة لي مخيمات الشتات ومخيمات الوطن بطاقة عبور لكل فرد، لقلوب جميع المحطات الفلسطينية. في السابق كنا أثناء التعرف عندما كنا نلتقي بالأطباء والمحاضرين، الميزان كان هارفارد، جامعة بيرزيت، الجامعات الفلسطينية، الجامعات المتطورة والمتقدمة بالعالم. وفي هذه الأيام وفي هذه الظروف العصيبة التي نمر بها، بطاقة العبور لقلبي عندما أتعرف على شبل وعلى شخص وعلى مواطن من مخيم يكون له الأولوية والحق والاحترام لما عانوه من سنوات طويلة في الاعتقال والنضال والحرمان والمعاناة والدفاع عن شرف هذه الأمة وعن فلسطين وعن القضية الفلسطينية. أخوتي أحبتي في مخيم الجلزون، أنا كطارق النتشة لا أحبب ولا أرغب بالتكريم، وهذا واجب واستحقاق. وأثناء دخولي واستقبالي من أستاذي موسى عنبر ورأيت صورتي في مخيم الجلزون، هذه بطاقة شرف، وشعرت بالخجل أمام عظمة هذا المخيم. إحنا اللي لازم نكرم أبطال هذا المخيم
ومعاناة هذا المخيم. احنا وصلنا للي وصلنا هيك لان في ابائنا واجدادنا